جابس، المهدية، صفاقس، والمونستير والإدارة العامة للحرس الوطني تطلب من كل مستعملي الطريق توخي الحذر أثناء السياقة، عدم المجازفة بالنقاط الزرقاء، وطبعا أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المرور وسلامة للجميع، ضرورة التعديل من السرعة بما يتناسب مع ظروف الطريق، وطبعا ترك مسافة الأمان الكافية وتجنب القيام بأعمال خطيرة. ما تنسوش تستعملوا الأضواء القانونية كل ما اقتضت الظروف هذه، و تحط على ذمتكم الإدارة العامة للحرس الوطني الأرقام طبعا 193 بكل الأقاليم، وزوز أرقام أخرى هي موجودة تلقاها على صفحة الإدارة العامة للحرس الوطني. باسل ترجمان تحياتي، مرحبا. أهلا وسهلا، تحياتي ليك ولكافة متابعي إذاعتنا الوطنية. أهلا وسهلا رفيق دريدي، كيف الحال؟ مرحبا زينة، الحمد لله. عودة اليوم لاستوديو 5 في مؤسسة الإذاعة التونسية بعد البلاتو اللي كان البارح. نعم. ونشكر كل الزملاء بتبيع اللي ساهموا في كون الاستوديو الوطني يكون موجود في مقر البرلمان في يوم حافل كما البارح. وزاد نحب نترحم على روح زميلنا في مؤسسة التلفزة التونسية جميل الدخلية، والذي مر من هنا زاد. نعم. من هذه المؤسسة، فالله يرحمه ويصبر أهله. رجعين بعد شوية بالبنت العريض، قبلها نستسمحكم نرفع لحضراتكم أذان الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية، فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة الزيدي. رفعنا لحضراتكم أذن الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ومرحبا بكم مجددا. هذا استوديو الوطنية من توا حتى الماضي ساعتين غير دارجين، ضيفنا في ساعتنا الثانية بعد أخبار الماضي ساعة النائب البرلمان نزار الصديق، واحد من النواب اللي تقدموا مؤخرا بمشروع أو مقترح مشروع آخر لتنقيح البنك المركزي. شنو الفرق بين الزوز مقترحات؟ ديجا فما مقترح مقدم من السادة النواب ثم خلط مقترح جديد، شنو الفرق
الاتفاق بين الزوز المقترحات هذه، ووين ماشي الأمور في مجلس النواب في علاقة بتنقيح القانون الأساسي وباستقلالية البنك المركزي. هذا موضوعنا مع ضيفنا النائب نزار الصديق في ساعتنا الثانية، وفي ساعتنا الأولى توت سويت باش نحكيه في بلبونت العليف عودة على أهم ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية أثناء أدائه لليمين الدستورية البارح في عهدة ثانية أمام البرلمان، وأيضا نحكيه في عينك على الإدارة مع فيصل شابو على تدشين المسبح، مسبح البلفيدير البارح الرئيس في الليل دشنا المسبح اللي تو تشوفوا الصور على لايف ستريمينغ تغير تقريبا من البرة شفناه، ما كيفاش الأمور من الداخل، تفاصيل بعد شوية في عينك على الإدارة مع فيصل شابو توت سويت بالبونت العريض. بالبنت العريض حياتي مجددا رفيق دريدي، اهلا وسهلا. مرحبا زينة من جديد، مرحبا باسل، مرحبا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا الكل على صفحة الإذاعة الوطنية وصفحة استوديو الوطنية. الموعد البارح كان في مجلس نواب الشعب مع الجلسة العامة الممتازة لأداء اليمين من الرئيس المنتخب قيس سعيد لعهدة ثانية دو مدتها 5 سنوات. الجلسة العامة بتبيعة كانت بحضور نواب مجلس نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تقريبا أكثر من 40 دقيقة دام خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالضبط 42 دقيقة كانت مدة الخطاب هذا بالضبط زينة. وكان رجع فيه رئيس الجمهورية أولا على الخطوات وكل ما صار في تونس في فترة ما قبل انتخابات 2019، وكذلك زاد رجع على أسباب اتخاذه للتدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021، وكان رجع على جملة من المعطيات والنقاط بالأساس أهمها بس الترجمان حكينا فيه الموضوع ده يخف الليديسيون سبيسيال البارح بلاتوه اللي كان تحت في قبة البرلمان، ونرجعوا في اليوم بالتفاصيل. أهم ما جاء في خطاب الرئيس وكان فما تمشي رجع إلى ما قبل وصولا إلى لحظة 25 جويلية وإلى ما بعد 25 جويلية. أعلن الرئيس عن توجهاته الكبرى في العهد الرئاسية الثانية، لأول مرة يتحدث عن ثورة ثقافية هكا وصفها البارح الرئيس. أيضا تحدث على مواصلة تحرير البلاد، فتح طريق جديد أمام العاطلين عن العمل بشكل خاص منهم الشباب، بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق ثورة، مكافحة الفساد، تواصل المحاسبة، ثورة ثقافية اللي يتحدث عنها أيضا، المؤسسات العمومية، الحفاظ على المؤسسات العمومية، ومجددا تحدث عن تطهير الإدارة التونسية، ويقول كل من يخول له أو يسمح لنفسه أو يرفض التعاون في الإدارة التونسية أو كائن من يكون المسؤول اللي ما يخدمش راهو ما عندوش مكان في الإدارة التونسية وسيحاسب. مجددا تحدث على حرب مفتوحة ضد الإرهاب، على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد التونسية، استعادة الدور الاجتماعي للدولة، ولا مكان للخولة والعلماء ومن يرتمون في أحضان الخارج. تقريبا هذه حوصلة لأهم جي في كلمة رئيس الجمهورية البارح. بس كلمة رئيس الجمهورية البارح كانت شاملة، يعني أثارت اهتمام المتابعين الكل سواء في الداخل والخارج، خاصة أنها تضمنت جملة كبيرة من الرسائل، الرسائل المحلية للشعب التونسي ورسائل لعديد الأطراف الخارجية والأصدقاء والخصوم وكل هؤلاء في الداخل والخارج. نعم إلى الداخل والخارج، بتصور أنه الحاجة المهمة أنه رئيس الجمهورية ذكر بكثير من القضايا التي كان يستهدف منها هي ضرب منظومة الأمن القومي التونسي، عندما تقدمت مجموعة سياسية بمشروع قانون في 2013 من أجل إنشاء قوات عسكرية غير نظامية، ميليشيات تحت إشراف ما بين معقفين الدولة، من أجل أني فيهم الدولة وقتها منعرفوش الله أعلم. هي أصلا فكرة إنشاء قوات جيش موازي، جيش موازي هي كانت عبارة عن مشروع الهدف منه كان إدخال تونس في الفوضى، إدخال تونس في الحرب الأهلية، يعني في بشكل من الأشكال تكرار ما شهدته لبنان خلال الحرب الأهلية عام 75، كل طرف سياسي واللي عنده جيش موازي على أرض الواقع. وبالتالي ذكر بالاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، نعم، في مسيرة 9 أبريل 2012، وبالتالي ذكر العدوى اعتداء، ذكر بكل هذه القضايا، وقال أن هنالك كانت يعني مخططات أتى بها الغرب جاهزة لتقوم أطراف بتنفيذها على أرض الواقع في تونس.
وبالتالي تحدث عن لحظة 25 جويلية وقال أنه هو من اتخذ القرار وكذب كل من يدعون بأنهم كانوا شركاء أو أنه كان لهم علم أو جاوب الرئيس مجددا وجاوب قبل وعادها اليوم في علاقة بالناس تقول لك راهو سيناريو جاهز من برا جاهز من برا نعم وإلى آخره. فالبارح الرئيس مجددا عاود ذكرهم وجاوب. يعني أنا نحب نسألهم اللي كان عندهم السيناريو شبيه ما كشفوهوش قبل على الادعاءات نعم هي ادعاء البطولة وحب الماء وحب الظهور حتى الكاذب ذي اللي يسيطر على عقول برشا أطراف سياسية اليوم في المشهد التونسي صارت قضية مضحكة. يعني الناس الكل تعلم أن هذه اللحظة تحملها لوحده وبنفسه وتحمل كل تبعاتها بإيجابياتها وسلبياتها في تلك اللحظة، وكانت يعني لا يمكن لأحد أن ينكر أنها كانت لحظة فاصلة في تاريخ تونس، قطعت ما بين منظومة خراب كان الشعب التونسي يطالب بالقطيعة معها، يعني حل البرلمان وتجميد عمله نعم. وتلك ليس أول من تحدث عنه الرئيس قيس سعيد، كانت هنالك مطالبات شعبية خاصة بعد المهازل والفضائح التي شاهدناها بأم أعيننا، شاهدها العالم كيف تحول مجلس النواب في خاصة في سنة بعد انتخابات 2019 إلى سيرك، سيرك مضحك، سيرك مهين لكرامة الشعب التونسي، لكل من ذهب لينتخب أشخاصا للأسف الشديد خانوا الأمانة ولم يكونوا في محل ثقتهم بل تحولوا إلى تجار شنطة كل واحد يحب يأخذ. شاهدنا فضيحة اللي صحوا في الأهواء مش عندما تم الحديث عن عزل إعفاء رئيس مجلس النواب شاهدناهم هذوكم. وبالتالي هذه المهازل التي شاهدناها الحمد لله أتت اللحظة التي تم القطع معها. الحاجات الثانية تحدث الرئيس قيس سعيد عن يعني أركز في كلمته أمس على الحاضر والمستقبل وهذا أمر مهم جدا. فيما يخص الحاضر كانت واضحة التوجهات العامة أن الحرب على الإرهاب هي حرب متواصلة لا هوادة فيها نعم. وكان الرئيس يحيي بشكل واضح وصريح جهود الجيش الوطني قوات الحرس الوطني الأمن الوطني الحماية المدنية ذكرهم بالاسم على الجهود والتضحيات صحيح. التي يقدموها دفاعا عن أمن تونس واستقرارها. قبل ما نرجع بالنقطة بالنقطة باسل ترجمان إجمالا كيف شريت الكلمة وبيان الرئيس من حيث أنه اختار البرلمان يلقي فيه الكلمة مباشرة بعد أداء اليمين على عكس ما كان يتوقع مثلا وأنه لحظة دخوله في عهد رئاسية ثانية لقرطاج رأو ممكن أنه يلقي كلمة يعني فالرئيس اختار البرلمان على اختار قصة. البرلمان واجتماع الغرفتين وهي رسالة على احترام الرئيس وتقديره لدورهما وأيضا على رهانه على المسؤولية الكبرى التي ستنصب على عاتق أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الأقاليم والجهات في خصوص يعني اليوم. وأنا قلت البارح لعدد من النواب في المجلس قلت لهم أمامكم ثلاثة تحديات أساسية كبيرة. التحدي الأول هو إعادة احترام الشعب التونسي لمجلس النواب بعد أن فقد جراء ممارسات من سبقوكم وأصبح مجلس النواب عبارة عن نكتة سميجة لا تضحك الشعب التونسي على تصرفات نواب مجلسي 2011-2014-2019. النقطة الثانية أن أمامكم بعد المصادقة على الميزانية ومناقشتها وإقرارها أمامكم كم عدد مهول من القوانين والتشريعات التي أكل عليها الدهر وشرب لابد من أن يكون هنالك عمل جدي يجب أن يكون هنالك تغيير حقيقي من أجل أن يشعر المواطن بمعنى وقيمة هذا البرلمان. النقطة الثالثة أنه يجب أن تكون صوت المواطنين كلهم في منطقته من أجل لأن المواطن عندما انتخبكم يراهن أن تكونوا صوته والمدافع عن مصالحه في المجلسين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقل. والبارح رئيس الجمهورية قبل ما يدخل في الجلسة العامة لأداء اليمين كان قضى وقت مطول باسل ترجمان مع رئيسين غرفتين البرلمانيتين عبد يحكي مطولا ما نعرفوش شنو الكواليس اللي صارت ولكن واضح انه الرئيس كان عنده عده رسائل معينه في اطار التوجهات والملامح الكبرى اللي عمل الغرفتين اليوم في اطار الانسجام بين التشريعي والتنفيذي. يعني ذهاب الرئيس امس الى مجلس النواب
كان عبارة عن برنامج عمل متكامل إن صح التعبير. يعني بعد الإجراءات البروتوكولية وقبل الدخول لأداء اليمين الدستوري أمام أعضاء المجلسين، كان هنالك لقاء مطول كما تحدث. بالتأكيد أن هذا اللقاء المطول تجاوز البروتوكوليات، يعني لم يكن لقاء بروتوكولي، لأنه يعني كان لقاء بروتوكولي راه دقيقتين ثلاثة ثم ذا يعني اللقاء البروتوكولي صار وقت استقبلوه في الدخول رافقوا الرئيس لأداء اليمين. وبالتالي بالتأكيد خاصة أني أنا شاهدت وجهي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس يعني كان هنالك حالة من الارتياح. لا أنا قبلتهم وصار حديث أمام النجمش نحكي في الموضوع هذا. أنا لو جعليك في البلاتون كنت أروح كنت مين كنت واصل معاك ندخل معاك بالتفصيل رفيق دريت. هو من بين النقاط اللي كان تحدث عليهم رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطاب أداء اليمين تأكيده على أن الحريات الاقتصادية والمبادرة الحرة هما مضمونين في تونس، ويقول زاد كونه الحرية مضمونة ومحفوظة ومحمية في المجال السياسي كذلك، لكنها ليست فوضى وتعدي على الحقوق وخرق للقانون. وكما أن الحرية مضمونة في المجال الاقتصادي فهي أيضا مضمونة محفوظة محمية في المجال السياسي، ولكن الحرية ليست فوضى وليست افتراءات وشتم وسب وثلب، كما أنها ليست تعديا على الحقوق وخرقا للقانون. بس الترجمان الرئيس تحدث عن الحريات السياسية، عن حرية التعبير اللي قال على عكس ما يتم الترويج ليه مانيش ضد حرية التعبير، تنجموا تتكلموا في المنابر الإعلامية، نجموا يخرجوا السياسيين، ولكن الفوضى ما تعنيش حرية، والحرية ليست افتراء وليست ثلب وليست تعدي على الحقوق أو خرق القانون. يعني احترام حقوق الآخرين ومساحة الحرية التي كانت مستباحة من أطراف سياسية، نحن نعلم تماما أنه مقبل 2025 مقبل 2021 كان هنالك عملية هتك أعراض، وكان هنالك عمليات شتم، وكان هنالك عمليات هرسلة مش فقط قبل 25 لليوم إلى يوم الناس هذا، ولكن من أطراف خارجية اليوم يعني حجم الاتهامات والإساءات والشتائم وهتك الأعراض والحديث في أعراض نساء ورجال وكل هذا الكذب كان بالنسبة لديهم ضمن ما يسمونها بإطار الحرية وحرية التعبير كان مضمونا ومصنع. شاهدنا ما ارتكبوه من كوارث تحت هذا المسمى. اليوم عندما بدأت عملية التنظيم من حقها أن تنتقد رئيس الجمهورية كما تشاء، وتنتقد برامجه السياسية، وأن تنتقد أفكاره، وتنتقد كل فكرة يتحدث به، ولكن هم أمام العجز. يعني نحن ناخذ نعطيك مثال بسيط برش. في تحدثوا في جوان الماضي أن رئيس الجمهورية خائف ولن يقوم بإجراء الانتخابات، وأنه سيقوم بانقلاب وبحل هيئة العليا المستقل للانتخابات وسيعلن. فجاءهم الرئيس نهار 3 جميلية وأعلن عن موعد الانتخابات، أسقط في أيديهم. بدأوا يتحدثون عن تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها وإلى آخره. جاءت الانتخابات وجاءت ويعني أنا أحيي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على احترامها الصارم إن صح التعبير للنتائج. لم تزد لا صوت لا صوتين. واحد من الناس بعث قال في 2009 بن علين تخبوه 93% 9 ملايين. قلنا لو كانت الانتخابات تتم في المكاتب ما كانتش تتم في وبالتالي نسبة الحضور احترام النتائج كل هذه أسقط في يدهم. وبالتالي اليوم هؤلاء الأطراف هل لديهم أمام الشارع التونسي، يعني أنا نتمنى أن يصل أحد ليتم مناقشة أفكار. نشوفوا حاجة بسيطة اليوم في قانون المالية لعام 2025 فما التخفيض في الضرائب في الأداءات. شنو نرجع عليه الاتباع عن باسل ترجمين قانون المالية، مخلينا اليوم في علاقة بالحريات السياسية، حرية التعبير اللي يقول الرئيس راه ماهيش فوضى ولكن مكفولين بالدستور. مكفولين ولم يتم هذا كلام ربما مردود على من يتحدث اليوم عن انه ما عندناش مساحة للتعبير، هناك تخوفات، هناك ما يقال وما لا يقال، ما عندناش مساحة للكذب، ما عندناش مساحة للبذاءات. هذه صحيح أغلق، ما عندناش مساحة لهتك الأعراض.
يا اخي شويه اللي تعرضنا له نحن، وانا واحد من الناس من اتهامات والى اخره. انا احكي له يقولوا لي امشي اشكي، يقول لهم كم اشكي، الزبده يعملوا لي حبس سبيسيال باش نحط المده عليه، ولكن هذا الكلام كله الفارغ. يعني هذايا اليوم انهم عندما افقدتهم مساحة الكذب ما عادش عندهم مساحة باش يحكيوا فيها. تفضلوا يا سيدي، والله أنا مثلا نتمنى واحد يجي ياخذ قانون المالية ويناقش هو ويفند ما جاء فيه ويقول أنه ارتكبتم من الأخطاء وهذايا سيضر بالشعب التونسي وإلى آخره. كلها تسب، كلها تستعمل صفحات مأجورة ذات اليمين وذات الشمال من أجل هدف واحد. مش كلها ما فما بعض الأطراف اللي مش ناس كل حساباتها الفيسبوكية ولا صفحاتها سبونسوريزي وممولة باش يوصلها الأكثر، ولكن هذيك التي امتهنت الكذب والإدعاء. إلى متى بس الترجمان سيتواصل هالسيناريو هالمسلسل سيء؟ ما خذوا أكثر من سنوات في هاتك جميع الأعراض في على بعض السياسيين، فما حتى وزارات نجم تختلف مع سياسة وزير أو وزيرة، مش خاطر الوزيرة هذيك لا تتفق معها معناها راك تمشي لهاتك أعراض. شوف، هم بالنسبة لهم ليس لديهم ما يقدموا. كيف تتفكر صاير في البلاتوات؟ انت خذيت المثال وقت احنا نحكي على اي موضوع في علاقة، احنا كي نحكي في الاعلام في المطلق يتحدث على موضوع من القضايا الحارقة، مثلا من قضايا باسبورات جوازات السفر المضروبة المزيفة اللي تحدثنا عليها واللي لقينا عليها هجمة، تسفير الشباب انستالينغ، وهذه الملفات اللي المواضيع اللي تمسها ولا بعض ايقافات بعض الوجوه السياسية في اطراف حزب معين تكر على راس اللي وجهوها لنا اكثر اكثر واكثر من هذه وغيره. شوف، انا نتمنى انه كل واحد يتهمنا باي شيء ان يقدم، مش نحكيوا انا خذيت مثال مش احنا يتهموا الصباح ما عندناش مشكل. نعم، كل واحد يتهم على كل البين على من الدوله الدعم. الناس اللي تراقب الدوله وتحيه لهم القوات الحامله للسلاح، الناس اللي قاعده تسر هم زاد ما سلموش معناها رغم ان الناس قاعده تتصدى لكوارث موجوده في البلاد. ولكن باسل ترجمي مش نتعديو بايجاز معك رفيق من بعد تباعا لتصريحات رئيس الجمهوريه، باسل في كلمه اليوم، هل تعتقد وانه وقيت نميزوا ما بين الحرية بأنواعها وما بين هذك الأعراض؟ بالتأكيد، يعني الآن نحن أمام لحظة مهمة جدا، وقت اللي نكونوا بالنسبة لنا الحرية هي هتك أعراض وهي انفلات وهي كذب، فبئس تلك الحرية. نعم. الناس يقول لك هذاك جزء من مساحة الحرية، مش صحيح. نحن شفناهم اللي يتشدقوا علينا بالحريات. نعم. ويحكيوا على الحريات، واحد منهم يمشي لألمانيا ويرفع علم فلسطين، تو نشوف شنو معنات الحرية بالنسبة لي. رئيس الجمهورية تحدث أيضا عن توافقات إجرامية. رفيق الدرين تلبي، رئيس الجمهورية قيس سعيد كان رجع في خطاب أداء اليمين البارح على مسألة تنقيح القانون الانتخابي وإسناد صلاحيات النظر في النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي عوضا عن القضاء الإداري. قال أنه نواب الشعب أسقطوا المخططات اللي كانوا عملاء الصهيونية العالمية وأعضاء المحافل الماسونية رسموها وحدوا لها حتى الموعد، يقول رئيس الجمهورية بهدف تحقيقها. ويقول زاد أنه آخر توافق إجرامي هو محاولة إدخال البلاد في صراع شرعيات وتقسيم تونس إلى مجموعة من المقاطعات. توافق الإجرامي اللي تحدث عليه رئيس الجمهورية باسل ترجمان، هل هو نفسه الحكومات حكومات المهجر؟ بالأساس يعني هي المجاميع التي تعتبر نفسها قد لفظها الشعب التونسي في مزبلة التاريخ. من يتوهم أن قوى الاستعمار السابق أو من يتوهم أنها ستأتي به مرة أخرى على ظهور الدبابات إلى والبوارج ليكون رئيسا لتونس، من يتوهم أنه سيكون أحمد شلبي تونس، عليه أن يعلم أن هذا الزمن انتهى مرة واحدة وإلى الأبد، وأن لن يكرر التاريخ الخيانات التي تسببت في دمار دول أخرى شقيقة. وبالتالي هؤلاء اليوم هم يرون في تلك المنظومات المنقذ لهم والمحاول إعادتهم إلى المشهد السياسي في تونس. للأسف، وهذا الكلام حكينا ووقت حيينا السيد ناجي جلول عندما أتى وتحدث بكل صراحة، قلنا لهم أنه للأسف لم يخرج أحد منهم ليسائل نفسه هل بماذا أخطأنا في حق الشعب التونسي، كيف يمكن أن نعتذر له، ما هي الآليات التي يمكن أن تكون من أجل أن نعود في المشهد أنت السياسي. أنت تتحدث هنا على المعارضة برمتها. أنا نحكي على الأطراف التي أبت
أبد، وهي موجودة في الخارج وما زالت تراهن على من يأتي لها ليسقط النظام ويعيدها في المشهد. هذه أعلى درجات الخيانة. وقت نشوف واحد يعني لا شكل له ولا لون ولا رائحة يتحدث عن حكومة مهجر، حكومة المهجر ماذا تعني؟ هوني وقت نحن نعلن عن حكومة منفى، حكومة المنفى هي التي تكون مستعدة عبر من خلال حدث شعبي، يعني عندما تكون هنالك ثورة شعبية أو حالة من الأزمة السياسية أخذت المنحة العنيف من أجل العودة للقيام باستلام الحكم. وبالتالي من سيعيدهم لاستلام الحكم؟ من سيعيدهم 3 ملايين اللي جاءوا صوتوا في الانتخابات؟ من سيعيدهم لاستلام الحكم؟ هذا وبالتالي هم يراهنون، لأنهم تعودوا أن يكونوا أدوات خيانية ضد الشعب التونسي، وبالتالي هم ينتظرون ذلك، من يعيدهم في هذا المشهد. وعودتهم في هذا المشهد لن تكون عبر الشعب التونسي، لأنهم يفهمون الرسالة جيدا أنهم في قطيعة كاملة مع الشعب التونسي. اليوم الأطراف السياسية اللي كانت تحكي نحن عندنا 50,000 وعندنا 200,000 وعندنا 700,000، اليوم مش نجم تجيب 20 رقم يقفوا معها قدام المسرح. سألوا في بلاستيك نيجي جلو قالوا وين هم الناس اللي تحدثتوا عليهم وين القاعدة الانتخابية؟ ما هي هذه القاعدة. أنا يعني باش نحكي في الموضوع هذا، نعم. حزب مثلا في 2014 حزب نداء تونس، أيوة، واضح، جاب تقريبا 89 نائب في مجلس النواب، حقق فوز للباجي القائد السبسي في انتخابات 2014. بعد الانتخابات بشهر، أقل من شهر، خان ثقة ناخبيه كاملة بالتوافقات، نعم، وغدر بكل من صوت لهم. شوف وين وفى. نعم، جاء بعده حزب تحية تونس، انشق عليه وإلى آخره، ودخلوا في إطار خيانات، نعم، ناخبيهم. يعني أنت وقت تجي تقول للناخبين في حملتك الانتخابية أنني لن أضع يدي في يد الطرف السياسي هذا أو ذاك، ثم تصبح أنت وإياه حاكمين للشعب التونسي على امتداد 5 سنوات، فهذه خيانة. من دمر ما سمي حينها، نعم، بالمجموعة الديمقراطية الوسطية الحداثية في تونس، نعم، وأفقدها زمام حضورها في المشهد في مواجهة حركة النهضة، يعني هذا ليس سر الموضوع، هم الأطراف التي خانت أمانة وثقة هؤلاء. وبالتالي لا. اللي صار هذا ينعكس عليهم الكل. النهضة خانت أمانة وثقة من انتخبوها على أساس حبوها بيعملوا دولة إسلامية، وكانوا جايين بيعملوا دولة إسلامية وبطلوا، ولا إمارة، ينفع، مش دولة، إمارة، هذيك هي. الأخرين دولة عندها أسس وركائز، مش نعملوا لكم، مش نرجعوا الدعم للدولة الديمقراطية الوسطية الحداثية، ومش مش نتحالفوا مع الخوش، تحالفوا الزوز وغدروا بالشعب التونسي، وهذا تاريخ لا يمكن لأحد أن ينكره. لا تراجع عن محاسبة ومحاربة الفساد، لكن أباب الصلح الجزائي يمكن أن تفتح من جديد رفيق. وهو الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية بالضبط، كونه أبواب الصلح الجزائي يمكن أن تفتح من جديد، فإما كونه يتم إرجاع الأموال اللي هي أموال الشعب وتكون الأموال والمبالغ كاملة غير منقوصة. يقول رئيس الدولة أنه لا حاجة أنه يبقى طالب الصلح سجين ولا فار ولا تائه بين المدن والعواصم، وإذا رأى طريق أخرى ولا ارتكب جرائم أخرى فالقضاء هو الفيصل. حاصلنا لكم ولخصنا لكم طبعا البارحة عدى الخطاب كامل وعدينا ديزكستري، ونعتذروا عن بقية التصريحات اللي خلال تقني خارج عن نطاق الجميع، ما نعرفوش عليهم، ما يتعديوش ما يتسمعوش معناها الصوت، ولكن اليوم في إطار الصلح الجزائي، باب الصلح الجزائي، يا باسل ترجمان رئيس الجمهورية البارح مجددا أعطى غمزة للناس المسؤولة وتحدث حتى عن رجال الأعمال. معناش مشكل مع رجال الأعمال، وكما قال رئيس الجمهورية في تصريح الصلح الجزائي، راه الباب مازال محلول قدامكم. أبواب الصلح الجزائي يمكن أن تفتح من جديد، فإن أعاد من سطى على أموال الشعب هذه الأموال لصاحبه كاملة غير منقوصة، فلا حاجة لأن يبقى سجينا أو فارا تائها بين العواصم والمدن في الخارج. أما إذا ارتى طريقا أخرى أو ارتكب جرائم أخرى فالقضاء وحده هو الفيصل.
اليوم باسل ترجمين الصلح الجزائي وما أدراك ما الصلح الجزائي. تحدث كان فمنا رئيس وهو قاضي سيماكر بن منية تحياتنا ليه، اللي كان خرج الإعلام وقال راه فما مبلغ معين راهو قابل أن يتم معناها ضخه لخزينة الدولة اكونتيسيون، وبدا يفسر. ثم اللجنه تعاركوا في بعضهم، والناس كل اللي عندها طموح تولي رؤساء لجنه بعد رئيس اللجنه، ولكن بقيت اشغالها تعطلت لسبب او لاخر في التركيبه. المشكل بس الترجمان او ربما في المبلغ اللي قاعد يتعطى معلين البار برشا، فبعض الناس تقول لك نمشي للحبس وما عنديش المبلغ هذا. وين المشكل بالضبط؟ يعني انا نتصور ان كان هنالك اطراف قبل الانتخابات الرئاسية هذه تراهن أنه سيتم، هنا باش نقولوها ستراهن أنه سيتم إسقاط الرئيس قيس سعيد وسيتم إنهاء الملف هذايا وبوس خوك وتعدى وطاح الكف على ظله. الرئيس وجه رسائل مهمة في كلمته أمس. أولا وجه رسالة إلى رجال الأعمال أنه لا يوجد أي خلاف أو أي إشكال مع أي رجل أعمال يقوم يعمل في تونس ومع الاستثمارات الخاصة من رجال الأعمال، أكيد الاستثمارات الخاصة، وأن من حقهم العمل وأن لهم كل الضمانات القانونية ضمن إطار احترام القانون، وهذا أمر لا يختلف فيه عاقلا. النقطة الثانية هي أن الصلح الجزائي اليوم لابد من أن يكون هنالك وضوح وشفافية. أن نوجه رسالة للسيد وزير أملاك الدولة أن يخرج أو أن يكلف من يشاء ليتحدث عن الآليات وعن آليات التعامل مع رجال الأعمال الذين وجهت لهم جزء من الاتهامات بالتورط في ملفات الفساد، وأن يكون هنالك شفافية في هذا الموضوع، لأننا شاهدنا الخلافات، شاهدنا أطراف تحاول تتفيه وتحاول تسفيه وتحاول إفشال عمل اللجنة من داخلها، نتاع 30 مليار و300 مليار والى اخره، طلعوا 30 مليون وكل كلام هذايا الذي ما عنده لا اساس لا راس. وانا نقول انه اليوم مسؤوليه الوزاره، وزاره املاك الدوله من اكثر الوزارات التي لديها مشاكل لا يصدقها عقل في تونس. المشاكل موجوده في وزاره املاك الدوله، نتفق معك، ولكن ايضا الصلح الجزائي تقول فما اطراف ما حابتش تمشي للصلح الجزائي لانها كانت تحلم بنظام جديد، نمشي معك، لكن فما اشكال في تركيبة اللجنة في حد ذاتها أو العمل ونسق العمل. وقت الأمور ما تمشيش لازم نصلحهم كل الزوايا. أنا نقول أنه خاطر اللجنة تبع وزير أملاك الدولة، وبالتالي وزير أملاك الدولة رئيس الحكومة اليوم مطالبان أن يقوما بإجراءات عاجلة من أجل أن تأخذ، يعني بإمكان عقد مجلس وزاري مضيق في رئاسة الحكومة من أجل حيث نبدأ بعمل اللجنة في حد ذاتها، شكون أصاب شكون أخطأ. نعم، شكون ربما عنده مردودية أكثر من، يجب أن يكون هناك تقييم لأداء أعضائها، تقييم لإنجازاتها. وأنا نتصور أنه اليوم يلزم نخرج من قضية أنه كل حكاية أين رئيس الجمهورية، ثم حكومة ثم وزير أملاك دولة، وبالتالي مطلوب من المؤسسات الدولة هذوما. نحن ما عندناش نظام في رئيس جمهورية وما فما حد يخدم، يعني والبارح رئيس الجمهورية كان أشرف على اجتماع فيه أعضاء الحكومة الكل تقريبا. نعم. أكيد من أهم ما جاء في كلام رئيس الجمهورية وأكد وطلبهم بضرورة الإسراع في إعداد تشريعات جديدة، اختصار الأجال نتاع أرجع غدوة في الإدارة وغيرها، يزيونا وحطوا تشريعات جديدة اللي تنحت، أو ماذا بكم البارح قال نحيوا التشريعات اللي كانت مضبوطة وموضوعة على المقاس، وراو ما فماش تسامح مع كل من يخل بواجباته منكم كوزراء أو كالناس اللي تابعينكم. كل قضية أن يعني يجب أن تفهم أن كل موظفي الدولة من أصغرهم إلى أكبرهم مع كامل الاحترام لأشخاصهم ومناصبهم هم في خدمة الشعب التونسي، وليس الشعب التونسي في خدمة الوزراء والمناصب السيادية. هذه لازمها تنتهي الحكاية. القضية الثانية أنه اليوم الشعب التونسي، والرئيس قالها في حملته الانتخابية، أن ستكون هنالك ثورة تشريعية في تونس. الثورة التشريعية هذه إذا لم نقم بتغيير جملة من القوانين البالية في كل المجالات، أنت تعرفها قانون شو اسمه نقل الفحم بدون رخصة، ما هو هذا اللي ماشيين على المقاس، تشريعات على المقاس مثلا. قانون نقل الفحم بدون رخصة هذا موجود منذ قبل الحرب العالمية الأولى،
بسنوات عديدة إلى يوم الناس هذا يطبق. هل يعقل أنه ما زال عندنا قوانين تتحدث عن نقل الفحم بدون رخصة؟ وبالتالي هذه اليوم التي تكبل الإدارة. نشوف اليوم الشباب اللي حكى عليهم رئيس الجمهورية على الشباب العاطل عن العمل، اليوم فتح الآفاق بالنسبة لهم من أجل إعطائهم فرص العمل. يجب أن نقطع مع قضية مسمار في حيط، وهذا دعه يعمل دعه يمر. هذا قاله رئيس الجمهورية البارح أمام أعضاء الحكومة كيف استقبلهم بقصر قرطاج. اللي يقول تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها، لا عذر اليوم لحتى مسؤول أنه ما يستجيبش لمطالب التونسيين. المشروع في إطار الإدارة التونسية اللي شدد عليها تحدث عن ضرورة تفكيك كل شبكات الفساد، تطهير الإدارة من اللي ما زال، وقال الرئيس يعتقد أنهم اليوم فوق المحاسبة أو لا يمكن أن يطالهم المحاسبة. الموضوع ما زال لباس الترجمان، الإدارة التونسية وتطهيرها ما زال معنا ما نتحكيه فيه برشا، لأنه على ما يبدو في الثورة التشريعية وفي الأفق مش نسمع أخبار ربما جديد على أصحاب الشهاد المدرسة وغيرها وهم بالألاف. وقبل ما نشيل عينك على الإدارة نكملوا بالبونت العريض معك سي رفيق. نواصلوا زينة ونمشيوا لموضوع آخر، هو مش بعيد على البرلمان. ما عرفش نقولوا احنا كنا ضيوفهم ولا هو كان ضيفنا، على كل احنا كنا ضيوف عند بعضنا اللي بالنسبه للنائب عصام شوشان رئيس لجنه الماليه. احنا مشينا ضيوف البرلمان وهو زاد السيد عصام شوشان كان ضيفنا البارح في البلاتو الخارجي للاستوديو الوطنيه في مقر مجلس نواب الشعب، وكان تحدث على مشروع قانون الماليه في علاقه بخطاب رئيس الجمهوريه. ويقول النائب عصام شوشان انه المشروع القانون حتى لتوا يتماشى كان بنسبه 30 ولا 40% فقط مع خطاب رئيس الدولة في علاقة بالعدالة الاجتماعية، ويأكد أنه بش يتم تعديل بعض الفصول. قانون المالي هل يتماشى مع ما يتحدث عنه وما يطلبه رئيس الجمهورية أنه يكون في إطار العدالة الاجتماعية؟ ما نش مش نقول يتماشى بين 100% أو ممكن في نسبة حدود 30 أو 40%، لأنه كرس الطبع ماشيين في تعديل بعض الفصول. بالطبيعة احنا عدلنا، علاش قول 30% أو 40%؟ لأنه مشى في تكريس الدور الاجتماعي، هو كيف سنقوم بخلق الثروة ودفع الاستثمار. هذا ما يمكن أن أكده خاصة في قانون المالي، ومش تكون العديد من الفصول الإضافية والتعديلات في قانون المالي. بس الترجمان رئيس لجنة المالية بالبرلمان يقول لك من القراءة الأولية وطبعا مش يناقشوها فصل فصل، يقول لك القانون لابد من أن يتم تعديله ليتماشى مع التوجهات والملامح الكبرى اللي رسمه وتحدث عنهم رئيس الجمهورية. 30% فقط قانون المالية 2025 يمشي مع الدولة الاجتماعية العادلة اللي حكى عليها الرئيس. نحيي أعضاء اللجنة ونحيي أعضاء مجلس النواب وقول لهم هذا واجبكم أن تقوموا بتعديل ما ترونه مناسبا. نعم. من أجل أن يتطابق قانون المالية الجديد مع فكرة الدولة الاجتماعية العادلة، هذا واجبكم في النهاية. تحية لهم، وأنا نتصور أنه إجراء مهم وشجاعة أن يقوموا. دونك المسؤولية اليوم عند البرلمان، مسؤولية عند البرلمان وستحملون المسؤولية، وبالتالي أنتم من سيسائلكم الشعب غدا عن هذه الإجراءات التي تم تمريرها أو الذي رفضتوا أن تقوموا بتمريرها وقمتم بتعديلها، ولكم المسؤولية والشجاعة الكاملة لتعديل كل ما ترونه مناسبا. المسؤولية زاد كذلك عند نواب مجلس الجهات والأقاليم اللي هم باش يناقشوا بطريقة مشتركة مشروع قانون المالية مع نواب البرلمان. بالتأكيد تحية للجميع، وهي مسؤولية كبرى. نواصلوا زينة ونمشيوا لتصريح النائب في البرلمان بدر الدين القمودي اللي ممكن فاجأ البارح بعض المتابعين للشان السياسي، وقت اللي قال كونه هو من مدة على مسافة من حركة الشعب وما قامش بمساندة مرشح حركة الشعب للرئاسية زهير المغزاوي، إنما ساند رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويقول أنه هو الأقدر على قيادة المرحلة القادمة. نعم. قلت أنا نائب شعب اليوم، والله أنا منذ فترة وسبق قلت أنا على مسافة من مؤسسة الحركة، واليوم أنا نواصل نشاطي السياسي بصفتي النيابية. لم أزكي مرشح حركة الشعب لاعتبارات سابقة وذكرتها، وكنت على اعتقاد جازم بأن حركة الشعب هي جزء من مسار 25 جويلية وإحدى دعماته، وكان عليها أن تواصل الانخراط في هذا الاتجاه من خلال دعم مرشحها السيد رئيس الجمهورية. نعم، أنا كنت ضد أن تتولى حركة الشعب ترشيح أحد مناضليها لهذه المهمة، تقديرا مني أولا لضرورة أن يكون مسار 25 جويلية مستجم وداعم لشخصية واحدة، وكنت أقدر أن رئيس الدولة أوفر الحظوظ والأقدر على قيادة المرحلة في هذه الفترة الخمس سنوات القادمة. أيوة، هل انشق الكلام هذا نجم نفهمه
انه النائب بدر الدين القمودي هل خرج كيقول لك جمدت ولا ما نمشيش ولا لم اصوت ولم ازكي مرشح حركه الشعب اللي هو حزبه بالاساس، بل ارى انه القيس سعيد هو الاجدر لهم على قياده البلاد، هل خرج او غادر القمودي مغادرة صامتة لحركة الشعب؟ يعني الخلاف ليس جديدا، الخلاف تفاقم بعد النتائج الانتخابية. أنا على مسافة من حركة الشعب، إيش معناه؟ هل غادر؟ يعني هو اليوم ابتعد أو قرر أن يكون بينه وبينها مسافة. أنا ندعو كل الأطراف في حركة الشعب أن يجلسوا إلى طاولة الحوار، أن يتناقشوا فيما جرى، لأننا ليس هنالك طرف اليوم، ما عادش فما أطراف حكومية أو سياسية تشجع على الانشقاقات في الأحزاب. هذا نائب في البرلمان عن حزب معين، وقت اللي يقول لك أنا على مسافة من حركة الشعب من مدة ولم أزكي مرشحها اللي هو بالأساس نعم. سي زهير المغزاوي، سي زهير وأرى أنه رئيس قيس سعيد هو الأقدر على قيادة المرحلة القادمة، شنو معناه الكلام هذا؟ معناه أنه على خلاف عميق. طبعا حواره كان مع زملائنا في جوهرة. نعم على يعني على خلاف عميق جدا داخل حركة الشعب، لأنه هنالك تباين في الآراء والمواقف بين أطراف كانت ترى أن من واجب الحركة أن تكون مساندة للرئيس قيس سعيد، وأن خطاب السيد زهير المغزاوي 24.5 و25 كان أساء للحركة. ما أنت قلت خلاف كبير، نجم يكون هو فقط على خلاف. لا ليس هو فقط، وحتى هنالك اطراف داخل يعني حركه الشعب ترى ان الاختيار بالترشح على خلفيه ليس حق الترشح، لا هذاك ليس النقاش فيه، على خلفيه الخطاب السياسي باننا سنكون مع 24 ومع 25، هذا اللي سبب نوع من وقت اللي يحكي انا باش نخرب المساجين السياسيين واعاده المصالح والى اخره، هذا افقد القاعده الشعبية اللي هي تيار قومي ناصري حركة الشعب، أفقدها الكثير من المساندين من القواعد الشعبية التي كانت تعتبر أن الحركة في قطيعة سياسية مع منظومة 24 جويلية ومنظومة الأحزاب، وبالتالي كان هنالك أطراف ترى أنها بالإمكان الاستفادة من القاعدة الشعبية للأطراف، توهمت أن هنالك أطراف سياسية متضررة من 25 جويلية ستستفيد من أصواتها، ولم تفهم أن على ما يبدو حركة الشعب ما نعرفش كان يحبوا يعلقوا ولا ما يعلقوش، احنا كنا وجهنا لهم الدعوه في بلاتفورم اكثر من طرف، لكن فضلوا انهم يحذروش وخيروا ونحترموا رايهم، هم احرار سواء يخرجوا معنا ولا مع غيرنا، والاعلام العمومي مفتوح للجميع، مش بشرط هي معنا يخرجوا ولا مع غيرنا من الوضع معنا، وحركه الشعب من الاحزاب الحقيقه باسل ترجمان مهمه اليوم وجودها لها كل الاحترام والتقدير، وانا يعني نعرف زهير المغزاوي منذ زمن طويل ونعتقد انه كانت هنالك اطراف حاولت ان يعني تمارس التقيه السياسيه، وهذا امر مخطر في السياسه، التقيه السياسيه انه نحن مع مجموعه 24 واننا اذا نجحنا سيكون يعني محاوله استقطاب الاصوات، كان هنالك نعتبر خداع للسيد زهير المغزاوي بان قالوا له بس لانه حركه الشعب اليوم فيها ناس مهمه، فيها نعم. نخبه، فيها ناس محامين، فيها ناس مثقفين، مناضلين، مهمه اليوم وجودها في الساحه السياسيه، ليس هنالك خلاف مع الحركة، أنا قلت أنه كان هنالك أطراف ربما حاولت أن توهم السيد زهير المغزاوي أن هكذا خطاب بالحديث عن 24-25 يعني يدفع بالأطراف التي تعتبر نفسها معارضة ل 25 جويلية ومعارضة للرئيس قيس سعيد للتلاحم معها ليكون له دور في الانتخابات، وباعتقادي أنهم غرروا به وأساءوا لحركة الشعب أكثر مما أفادوها بهذه المشاركة، رغم أنني أدافع عن حق السيد زهير المغزاوي بالترشح للانتخابات وبالمشاركة وأن يكون له خطاب سياسي، ليس هنالك من يختلف معه على ذلك، فقط كان الخلاف على آلية الخطاب السياسي نعم. الذي أراد أن يرسل غمزات إلى جماعة 24 نعم. ولمسات إلى جماعة 25. غمزات ولمسات مباشرة عينك على الإدارة. عينك على الإدارة. ف
فيصل شعب وينضم لنا مباشرة من المسبح، مسبح بلفيدير. مش يبدلوا له اسمه باسل ولا شو؟ قد مسبح هو الاسم تحط على المسبح البلدي بالبلفيدير، مسبح البلدي تغير اسمه ولن يحمل اسم، يعني ان شاء الله يحمل اسم سباحين تواس. انا حاجة تسعدني نعم نعم. اما محاولة ربط انه باش يسموه مسبح فلان او فلان زمان وانتهينا منه، عندنا رياضيين هو حاليا مسبح فيصل شعب وين موجود. نعم تحياتي لك فيصل، اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك زينة، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي الاذاعه الوطنيه. سي باسل ايضا تحيه ليه وتحيه. مرحبا بك صديقي، يعيشك بارك الله فيك. اكيد هو كما قلنا هو بقات التسميه نتاعو المسبح البلدي بالبلفيدير. الحقيقه اليوم في عينك على الاداره احنا حبينا نعملوا جوله صغيره على المسبح هذه، نشوفوا بعد انتهاء معناتها الاشغال الترميم نتاعو واللي كانت انطلقت مع بدايه تقريبا بدايه هذه السنه في شهر فيفري، وتعهدات المشرفين عليه من خبراء مختصين ومهندسين من الجيش الوطني التونسي. واللي في تقريبا في ظرف 6 شهور فقط تم الانتهاء واستعمال هذا واستغلال هذا المشروع. كان البارحة سيد رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بإعطاء الانطلاق في استغلال هذا المسبح. احنا الحقيقة خليني نقول زينة صورة مزيانة برشا احنا نشوفوها اليوم في ساحة فتر، ولا وانت تتكلم اللي يتفرجوا فينا على لايف ستريمينغ قاعدين يشوفوا في الصورة مباشرة من المسبح. اكيد التقنيات متطورة الحقيقة، وحبينا لو كان يحضر معنا معناتها مسؤول من المشرفين، كان المشرفين على المسبح هذا، لكن تعذر للأسف لأنه اليوم تصير أول حاجة عملية الباساسيون بين معناتها كانوا مشرفين اللي هما من الجيش الوطني وممثلين عن بلدية تونس اللي هما الآن في اجتماع في حتى الناس اللي خدموا الهندسه المعماريه وغيرها تو يكونوا حاضرين معنا ولا معك في عندك على الاداره. اكيد احنا حتى في مناسبات قادمه نحكيوا اكثر تفاصيل على الجانب التقني، خاصه وقتاش باش يحل ابواب وشكون باش يستقبل، باش يكون فما ابونمون اشتراكات، كيفاش باش تكون هذه هي. اكيد باش ناخذوها من المصدر نتاعها ان شاء الله في برنامج الاستوديو الوطني، لكن فقط انا موجود على عين المكان باش نحكي شويه على المسبح هذايا. الحقيقه بعض الارقام اللي خديتها معناتها من الموجودين لهنا فيما يتعلق بالمدارج اللي موجوده لهنا معناتها مدارج متطوره معناتها بتقنيات متطوره، واكيد تشوفوا على التصاور على الصفحه نتاعنا ما يقارب تقريبا 700 متفرج طاقه في استيعاب هذه المدارج. فما المدارج الخاصه معناتها بالاعلاميين والصحفيين، ايضا البروفوندور العمق نتاع المسبح اللي يكون من 90 سم حتى تكشي ال 210. ايضا هو خليني نقول هذا المسبح هو فيه ايضا فضاء رياضي بامتياز، فما معناتها ملعب لكره التنس، ثم ايضا مسبح صغير اخر بعد المسبح الكبير هذايا، ثم ايضا تقني معناتها ثم تجهيزات معناها تقنيه وكاميرات مراقبه في المسبح لهنا، ثم ايضا فضاءات معناتها مساحات معناتها خضراء، ثم معناتها قاعات استحمام، ثم محل تمريض، ثم منصة المراقبة اللي متطورة زادة الحقيقة برشا حسب ما قاعد نشوف فيه أنا، وأكيد تنجموا تتابعونا كما قلنا على الصفحة نتاعنا. فما الباركينج اللي موجود على ساحة البلفيدير باركينج احنا كي جينا للمسبح هذايا وفي الفقرة نتاعنا في مكوية الفقرة نتاعنا راهم قاعدين يهيئوا في الباركينج هذايا الخاص بالمسبح. كما قلنا هو المسبح هذايا صارت العملية التوسعة وعملية الترميم نتاعو تقريبا في 6 شهور فقط لحي كل مشرفين. وهذا اللي كان قاله فيصل شاب والعميد سامي لندورسي مدير عام الهندسه العسكريه وقت صرح في شهر ماي الماضي، وانه اشغال اعاده تهيئه المسبح البلدي بالبلفيدير راهو ما تفوتش وستنتهي في ظرف 6 شهور من تاريخ بدايتها، وفعلا كانوا عند كلمتهم. هذا هو جيش ما يفدلكش اكيد وبرافو بصراحه على الانجاز هذايا. وجانب تقني ولا بعض التفاصيل الخاصه جدا وكيفيه التسجيل وكيفيه معناتها الاستغلال الرسمي ومعناتها ويكونوا معناتها العباد باش يشاركوا فيه اكيد احنا باش نحاولوا نتبعوها. عندك زوج مواضيع سي فيصل شابو الجمعه هذه لازمك تجيب لنا الحكايه وما فيها بتفاصيلها، لابونمون والاشتراكات لانه مهم جدا نتاع الصغيرات خاصه انه شكون باش يمشي
وشكون وكيفاش باش يكون هل مفتوح للعموم، هل فما توقيت معين؟ وزيت زيتون لتر ب 10,000، هذه معلومه سكوب بس للترجمان لكل السادة المستمعين. على ما يبدو انه الفلاحه والناس اللي عندهم معاصر تفاهموا مع بعضهم وماشيين بنسبه كبيره، وانه والجهات المسؤوله حتى خاطر طلبت الضغط على الاسعار، فباش يتم توفير كميات الانتاج المستهلك المحلي بسال ترجمان رفيق دريدي فيصل شاب، و10,000 لتر الزيتون ان شاء الله بعد ما يدروش في الموضوع. خبر ايجابي على الاقل. شكرا يا فيصل، انت وايجابيتك ترجع لنا غدوه في عينك على الاداره الجديده. شكرا لك رفيق، شكرا بس شكرا زينه، شكرا في اصواتنا بجديد تتسرح زيت الزيتون. انيس وليفي في الاخراج، زاهر بن حميده امن لنا اللايف ستريمينغ، حميد في التنسيق، وكوميونتي مانجر محمد علي الناصري. راجعين بعد الاخبار في ساعتنا الثانيه، نستقبل ضيفي النائب البرلماني نزار الصديق، قانون وتنقيح، مقترح تنقيح قانون البنك المركزي، هذا موضوعنا. راجعين. الدكتور حكيم.